مانو، ما في عندكم ساعة بالبيت يعني؟ ليش متصلة بهيك وقت؟ شوفي لكي ماما، انسيلي قديش الوقت هلأ، عندي أخبار إلك كتير رح تنبسطي فيها، بس تسمعيها ما عاد تقدري ترجعي تنامي. قولي قولي بسرعة يلا. صار عنا هون بشكلة كتير كتير كبيرة، إنه فارشا راحت على بوني من غير ما تخبر حدا. شو؟ ايه ماما، وبدها تبقى هنيك يومين كمان. يعني هذا الحكي يعني انه بنتها العائلة الراقية قضت ليلة كاملة برا البيت. ترارا، حلو، قصة ممتازة. مانو لك هذا الخبر بيطير العقل. بهي اللحظة كمان في صمت مرعب بالبيت. ايه البنتين الكبار بالعائلة عملوا قصص عن جد، خلوا اهله لفينود يجنوا على الاخر. بس ماما في مشكلة واحدة بكل يلي صار. فينود دخل حاله كمان بقصة فارشا يلي عملتها اليوم. يعني ماما هاي المشكلة دائما بدي يعاني منها، دائما بتدخل بمشكلة غيره. ماما احيانا افكر اخذ فينود ونرجع نعيش بمحل تاني لحالنا. لا 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 مانو، ليكي حتى لو مو عاجبك بس لا تعملي هيك شيء ابدا. وقت تاخدي موقف صارم، هذا الوقت يلي لازم تتمسكي فيه بالبيت. استني شوفي بعد كل هالمشاكل شو رح يصير. فارشا ما رح تبقى بهذا البيت لوقت طويل، وكمان اليوم أو بكرة فايشاليا كمان بتروح، وما رح يبقى غير جانا هون. بس انتي كنتي دايما تقولي إنه مو أحسن من خدامة بكتير يعني، بس هذا يعني إنك رح تحكمي هذا البيت عن قريب كتير. عم تفهمي علي شو عم قول؟ إيه. يلا سكري هلا، بس خليكي عم توصيلي الأخبار دغري، وما بتنسي ولا تفصيل حتى لو صغير. ماشي؟ ماشي.